لازم نروح لكمال بيه، ربنا يستر. ايه ده؟ الله، دي همسة نازلة رايحة فين دي؟ يا نهار اسود ومنيل، تلاقيها رايحة الهديل. مش بقول لك اللعبة انكشفت؟ لا لا يا صلاح، همسة عمالة تطرقني من أول النهار، عاوزاني أنزل بأي طريقة. همسة رايحة مشوار مش عايزاني أعرفه. هو أنت إيه يا أخي؟ مخك ده ما بيفكرش غير في الغلط؟ يعني إيه واحدة ترفض تنزل مع جوزها وبعد كده تلبس وتنزل لوحدها؟ أكيد رايحة تقابل حد. أنا لازم أعرف هي رايحة فين. صلاح أنا عايزك تراقبها وتجيب لي تقرير بكل تحركاتها. ما تهدى يا عم الحاج، إيه حكاية العيلة اللي كلها بتراقب بعض دي؟ حورية حورية فين أنتِ تعالي؟ حورية حورية. أيوة سعادة الباشا. أيوة إيه؟ أنتِ حورية؟ لا أنا أحلام. ولما أنتِ أحلام أنا بقول يا حورية، بتقولي أيوة ليه؟ أنا آسفة سعادة الباشا. حورية راحت فين؟ نزلت يا سعادة الباشا. أيوة نزلت فين؟ تلاقيها راحت لست رجاء. يا دي الست رجاء، اتجوزتني واتجوزت رجاء دي في يوم واحد. أنا بكلمها على الموبايل ما بتردش. تلاقيها نسيته زي العادة. وتنسى الموبايل ليه؟ هو أنا كنت اشتريت لها الموبايل عشان تنساه؟ والفواتير اللي أنا بدفعها كل شهر دي مين بيتكلم فيها؟ اجي اعملي لي شاي هندي. افندم اعملي لي شاي هندي. وده يتعمل ازاي ساعة الباشا؟ هاتي كوبايه حليب اغليها قوي وبعدين اسقطي الشاي فيها. بس حاضر، وبعدين اصب واجيبه لحضرتك. ايوه هو هيقول لك كمان صبيني صهيت صبيه وجيبي. حاضر يا فندم. خلصينا. حاضر. رجاء ريح 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 ريح. الرجاله كلهم زي بعض، مخهم صغير وكل ما بيكبروا مخهم بيصغر اكتر. والله يا حوريه سمير جوزي بيغير على سلوى بنته اكتر ما كان بيغير عليا اول ما اتجوزنا. لو البنت لبست بلوزه مفتوحه شويه يقلب الدنيا، واي شاب يقرب منها او يكلمها تبقى شغلانه. علمك بقى، على قد ما بنتضايق من الراجل الغيور، انما الراجل اللي ما بيغيرش بيبقى دمه تقيل قوي. اه ده بيبقى ماسخ. طب تصدقوا بالله؟ لا اله الا الله، انا جوزي كمان لحد دلوقتي بيغير عليا. طب كمال بيه وعنده حق. ليه؟ انت ليكي معجبين ومجانين رسمي. الله يكون في عون راجل متجوز نجمة النجوم الناس بتحبها. يا حبيبتي أي ست في عيون جوزها تبقى نجمة النجوم. تليفون. ألو. آه كمال بيه. أهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ لا طبعا موجودة. حورية. أيوة كمال بيه على التليفون. بيغير عليا وبيطمن. اهلا يا كمال. اهلا. لا ما انت عارف نسيت الموبايل وما رضيتش اصحيك. اه ما انا قاعده عند رجاء. اه وعلى فكره بيسلموا عليك. ايوه لا اتعشى انت يا حبيبي، انا ما بتعشاش واخري انت عارف. اه وبعدين رجاء عمال يتزغط فيا من الصبح. اه يا حبيبي. اه مع السلامه. باي باي. انا بيتهيألي لازم امشي. الله ليه بقى؟ ما انت واخده اذن اهو. ولا قلبك حن اول ما سمعتي صوته؟ لئيمة. باي باي. حفظ الله. قضينا يوم جميل. ميرسي يا حبيبتي. باي باي يا رب. كنت عايزاكي تقعدي اكتر من كده، هوصلك. ميرسي يا رب. على فكره عندي مشوار عشان كده انا مستعجله والله. بالسلامه. فين الهانم دي يا صلاح؟
اطلبها على الموبايل لما تشوفها تقول ايه. ماشي. الو. ايوه همسه حبيبتي، انا ناصف يا ماما. انا بطمن عليكي، انت نمتي ولا لسه؟ ايوه هنام اهو يا ناصف. بتقولي هتنام؟ الست الهانم بتقولي هتنام. انا على اخر الزمن بتقرطص يا صلاح، انا بقيت قرطاس. بنعمله في الناس هيطلع على جتتنا ولا ايه؟ كلمها كلمها دي على التليفون. انما ايه الدوشه اللي جنبك دي يا ميسا؟ اصلي فاتحه الشباك. وانت عارف بقى صوت العربيات جامد قوي. ايه يا حبيبي عاوز حاجه؟ لا مش عايز حاجه. لا 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 نام انت يا حبيبتي، اتمنى لك احلام سعيده سعيده قوي. باي باي. كده خلاص يا صلاح، المساله بقت واضحه زي الشمس. انا عمري احساسي ما يخيب ابدا. انا وانا نازل من البيت كنت حاسس ان في حاجه. وديني اللي قتلها. اهدى يا عم اهدى، ما توديش نفسك في داهيه. احنا لسه ما تاكدناش، جه سالت عند واحده صاحبتها. يا ناصف ما تتسرعش، استنى. واحده صاحبتها؟ ما انا عارف كل صاحبتها، وعارف كمان هم ساكنين فين. ولا واحده صاحبتها بتكذب عليا ليه؟ ها بتخبي عليا ليه؟ بتقول لي انها نايمه وانا شايفها طالع العماره بعينيا. دي اللي هياكلها الدود ليه يا صلاح؟ ما دام بتكذب يبقى بتغلط. اوعى اوعى من وشك. انا لا يمكن اسيبك تعمل جنايه وتخش السجن. انا واخد اجازه سنه بدون مرتب عشان تعمل لي الشريط يا ناصر. شريط؟ شريط ايه دلوقتي اللي جاي تكلمني عليه؟ اسمع يا ناصر، انت هتطلع تجرجرها من شعرها على السلالم وتطلع بيها على الفيلا عند كمال بيه، وتقوم رميها قدامه وتقول له بنتك طالق يا باشا. اسمع كلام يا ناصف، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. اصل من ساعه ما متولي ما قتل شفيقه، ها وهم بيحلوها ودي، ها وبعدين شيل ده من ده يرتاح ده عندك. اسكت. سيبني في حالي دلوقتي يا صلاح، سيبني في حالي. انت هتعمل ايه يا متولي؟ هتعمل ايه يا ناصف؟ يا نهار اسود ومنيل. طب شيل المسدس، اسمع كلامي، الاسانسير خطر. اسكت. الطلقات ممكن تطلع منه في اي لحظه من ال... ها اسمع يا ناصف، يا ناصف افتح الباب، افتح مكان كله محاصر. افتح يا بيه، تطلع دلوقتي. حالك صلي. انت رايح فين؟ على فكرة صلاح سليمان رئيس مباح شباب الرياضة وهزلك. هنا سوزي. ناصف. ايه ده؟ حتى دي طلعت تعرفها؟ دي بنت من 12 بنت اللي كنت نازل بيهم سيف في الشريط. انت بتراقبني يا ناصف؟ يا ستي لا براقبك ولا بنيلك، خليكي. احنا اسفين قوي يا باشا. نفسي مرة في حياتي اقابل واحدة ما تكونش عرفتها قبل كده. اتفضل قدامي. يلا ما تتنعش. شباب الرياضة. وده كمان طلعت تعرفيها يا هانم؟ والله العظيم هو اللي كان هينتج لي الشريط اللي قلت لك عليه. وبعدين؟ هتكون رايح فين يعني؟ مش عارف. ايه ده؟ ناصر انت بتعمل ايه هنا؟ انت اللي بتعملي ايه هنا؟ هو ده اللي نايمة برضه يا ست هانم؟ شفت بقى الشك ممكن يعمل ايه؟ عموما انا شفتك انت وصلاح وكنت متاكده ان انتوا هتلفوا وترجعوا. دي يا استاذ عادل الدكتور اللي انا بتعالج عنده، ولا عمرك ما فكرت تيجي معايا ولو مره واحده؟ عياده منظرك وحش قوي. وللاسف الشديد النهارده عرفت احلى خبر في حياتي. انا حامل يا ناصر. مش ممكن همسه بتتكلمي بجد؟ انا بموت فيكي بموت فيك، بموت في التراب اللي بتمشي عليه. وليه خبيتي عليا يا ميسا؟ بس مخنوق رسمي، ربنا يستر على العيل اللي جاي. خبيت عليك عشان خاطر يطلع ده، بس انا فعلا حامل يا موسى. حبيبتي. ايه الصوت ده؟ دي سوزي. تعالي 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 يا ام حريه. بالراحه على مهلك يا حبيبتي. انت خلاص بنت وسميتها حريه؟ انا نفسي في بنت، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيديني اللي نفسي فيه. ان شاء الله اصل بيموت في البنات. اصل يعني البنات رزقها واسع. اتفضلي اتفضلي يا ماما اتفضلي. بالراحه حبيبتي. انا عايز احتفل بالليله العظيمه دي. لا انا مش مصدق نفسي، انا هبقى اب. الفرحه مش ساعاني. تحبوا تروحوا فين بقى؟
لا اتفضلوا انتوا، انا هروح اعمل بقى بروفات على الشريط الجديد بتاعي. ولا انت رجعت في كلامك يا ناصف؟ لا ارجع في كلامي ازاي؟ تعرف ابو صلاح، ما دام البيبي جه على وشك انت، انا هعمل لك شريط لوحدك مش بصرف فيه. انت هتغني يا صلاح؟ انا مش عارف انتوا مستغربين قوي كده ليه، ما كل الناس بتغني وفي ناس بيطلعوا شرايط محدش بيسمعهم. لما جيت انا قلت يا غنى استغربتوا قوي. لا يا عم، ده انا اكتر واحده هشجعك، على الاقل انت مفيش منك خوف، وهيبقى شريطك احسن شريط ينتجه الاستاذ. لا خلاص، هو الشريط اللي نازل بيه صيف ده وخلاص، مفيش شرايط حريمي تاني هتخش الشركه. شريط الصيف؟ ما ده كفايه، ده انت منزل فيه 12 بنت. 12 بنت يا مفتري، انت ايه هتنهب؟ لا هم 11 بنت مش 12. 11 ازاي يا ابني؟ مش في واحده اتخرشمت فوق؟ ما بقتش نافعه للغنى خالص. ايه هوش دي؟ مين اللي اتخرشمت دي؟ لا يا حبيبتي، دي بنت من اللي كانوا هيغنوا في الشريط، يعني كانت عورت في خناقه كده ام وشها اتخرشم. يا رب يموتوا كلهم، ربنا يهدهم. يا حبيبتي روحوا في 60,000 داهيه. المهم انت يا ست الكل يا طيبه، تحبوا تروحوا فين بقى؟ يلا بينا. يلا بينا ايه؟ عربيتي اهي يا حبيبتي، نبعت ساقيه خدها في اي وقت. يلا بينا. هنروح لماما. ماما اول واحده لازم تعرف الخبر ده، دي هتفرح قوي قوي قوي. نروح لماما. على مهلك على مهلك. طلع على مهلك. خليك انت، خليك يا صلاح. ايوه عديل، انا كنت عارف الحقيقه كلها، وانا اللي قلت لناصف وصلاح انهم يقفلوا على الموضوع ده عشان همسة اختك ما تعرفش. بابا معلش، انا مش قادره افهم حضرتك صراحه. يعني يرضيك اختي تعيش مع انسان كذاب وخاين زي ناصف ده، وحضرتك تشجعه وتداري عليه كمان؟ انا ما بشجعوش يا عديل. يا بنتي افهمي، انا كان قدامي اختيارين اتنين بس، الاول ان اختك همسه تعرف وتنهار، التاني انها ما تعرفش والموضوع يعدي على خير. اما ناصف ده بقى، انا هعرف ازاي اربيه من اول وجديد، وهدفعه الثمن اللي عمله ده غالي قوي قوي. يا هديل، اختك همسه فيها اللي مكفيها، كفايه انها محرومه من الخلفه وحاسه بالوحده. حرام يا بنتي، حرام نضغط عليها اكتر من كده. انا اسفه يا بابا، انا اسفه الحقيقه، مش موافقه على راي حضرتك. انا شايفه ان التستر على واحد حقير زي ناصف جريمه ما تقلش عن جريمته بالظبط. ازاي بالسهوله دي حضرتك تغفر له؟ انا ما غفرتلوش يا سياده الرائد، انا اجلت الحكم والعقاب شويه. ماما عارفه؟ طبعا لا، ما انت عارفه امك متها وسمها الكذب. معلش يا بابا، انا اسفه، انا شايفه ان همسه لازم تعرف كل حاجه. مش حضرتك شايف كده برضو؟ يا هديل، انت لسه رائد صغنن ونظرك على قدك، بكره لما تكبري وتبقي لواء زيي هتشوفي اللي انا شايفه دلوقتي. مساء الخير. مساء النور ست حورية. ايوه اتفضلي اتفضلي. طب متعبة حضرتك ليه بس؟ تعبة نفسك. تخلص على الاكل ده كله وتنام وترتاح وتجيلي بكرة على المعهد عشان عايزاك. معلش ست حورية، انا يمكن اكون بفكر غلط، اني ارفض فرصة كبيرة زي اللي حضرتك مقدمها لي دي، او اني اختلف مع اساتذه كبار وانا لسه في اول طريقي ما عملتش اي حاجه. انما اعذريني، هو ده اللي انا حاسس بيه فعلا. هم عاملين شغل عظيم جدا ومش انا خالص اللي هحكم عليه، بس انا في دماغي حاجه تانية خالص. يمكن تكون غلط، يمكن تكون وحشه، بس في النهايه هو ده اللي طالع مني، هو ده اللي انا حاسه. انا مقدر جدا تشجيع حضرتك ليا، ومقدر جدا تمسكك بموهبتي، لكن ارجوكي سامحيني. اسامحك على ايه يا طارق؟ انا متمسكه بيك عشان موقفك ده. انا زمان كنت زيك وزعلت ناس كبار مني ياما، كنت عايزه اغني بطريقتي وبشخصيتي، ولما نجحت نفس الناس دول اللي بقوا متمسكين ومقتنعين بيا. يعني حضرتك ما
مش زعلانه مني؟ ابدا بالعكس، انا سعيده بيك، وهكلم زكريا واحمد عبد الوهاب وهقنعهم بموقفك ده. ربنا يخليك ليا، ربنا ما يحرمني منك ابدا. قولي الغنوه عجباك؟ الغنوه عجباني جدا والله العظيم عجباني، بس انا عايزهم يسمعوا وجهه نظري. هيسمعوها وهتغنيها زي ما انت عاوز، باحساسك وبطريقتك، وانا هصورها لك. ايه؟ انا مش مصدق نفسي. لا اصدق، وعارف فين كمان؟ فين؟ في الاوبرا. وحشتيني 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 قوي قوي قوي. بابا بابا. على مهلك يا سمسم. بحبك 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 قوي 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 يا بابا. افتكرتي فجأة انك بتحبيني؟ ما انا كمان بحبك يا همسة. ماما فين؟ ماما فين يا بابا؟ فين ماما حورية يا عم؟ مالكوا يا اولاد داخلين علينا بزفه كده ليه؟ في خبر حلو قوي يا بابا، وماما اول واحده لازم تسمعه. طب وانا ماليش نفس اسمع الحاجات الحلوه، قولي لي الخبر الحلو. احنا لسه جايين من عند الدكتور، انا مش حامل يا عم. مبروك يا بنتي، الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا بابا، الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبتي، ربنا يكملك على خير. امال ماما فين يا بابا؟ لازم افرحها، دي هتفرح قوي لما تسمع الخبر ده. ماما يا بنتي عند رجاء صاحبتها، عاملين اجتماع نسائي، بس انا هبلغها حاجه. بابا ما تقولهاش في التليفون، انا عايزه اقولها بنفسي يا بابا. حاضر يا ستي، من عنا الاثنين، انت اللي هتقولي لك. حالا ريه 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 ادي الريه. مبروك يا ناصر، الله يبارك فيك يا صلاح. ايوه ربا رباب ربحة ربحة. ها رجاء، ادي رجاء. الو مدام رجاء، انا اللواء كمال منصور، بعد اذنك اكلم حورية. ايه نزلت؟ نزلت امتى؟ بقالها ساعة ونص؟ لا طبعا، يمكن راحت مشوار ولا حاجة، ان شاء الله خير، متشكر او مع السلامة. نزلت بقالها ساعة ونص، ما جاتش لحد دلوقتي ليه؟ هو مش عم عبده معاها؟ لا يا بنتي دي راحت لوحدها. ما تقلقش يا بابا زمانها جاي. ربنا يستر. عرفت اللي حصل، ولما عرفت كنت ناوية اوديك في 60 داهية اقلب الترابيزة ومش هيهمني. بس المولود ده هو اللي انقذك، الطفل البريء اللي قدره ان واحد زيك انت يكون ابوه. شوف يا نصف، انا ماليش في الدنيا دي غير اختي، حقها انها تفرح، لكن مش هقبل ان واحد زيك انت يهينها مره تانية. عارف لو ده حصل هعمل ايه؟ هسحلك، وانا اقدر اعمل ده كويس قوي وانت عارف. ارجوك يا هديل، انا خلاص حرمت، بقيت انسان تاني، حتى اسالي صلاح كده ولا ايه يا ابو صلاح؟ خلاص يا هديل، نصف اتعدل وبقى كويس، خدي الكلام ده على ضمانتي. انت بالذات انا ما اضمنكش من هنا لحد الكرسي اللي هناك ده. ايه ده، انتوا بتتوشوشوا على ايه؟ احنا مش بنتوشوش، احنا بنتخانق. بتتخانقوا؟ بتتخانقوا ليه؟ بنتخانق عشان مش عارفين هنسمي المولود ايه. لا اسمعوا بقى، واسمع انت كمان يا سي بابا، لو جت بنت ان شاء الله هسميها حورية. وافق، بس لو جه ولد هسميه كمال تشو. انا مش حاجة هنا تاني، خلاص انت اللي تجيلي المعهد وادي الكارنيه، لان المرتين اللي فاتت كنت مضطرة البس اشارب ونضارة سودة
عشان الناس ما تعرفنيش. وعلى ايه ده كله؟ حضرتك ما بتعمليش اي حاجه غلط. ايوه يا طارق، بس في ناس نيتها وحشه. انا هستناك في المعهد وانا ههتم بيك زي اي طالب تاني، مفهوم؟ مفهوم يا ست عريض، وانا بجد بعتذر اذا كنت سببت لك اي قلق. ولا يهمك. احنا هنقعد حاطين ايدينا كده على خدنا يا ايه يا بنتي؟ محدش عارف الخير فين. تعالي كلي لك لقمه، ده انا عامله لك شويه باميه يستاهلوا بقك. حاضر يا ماما، شويه كده اقوم اكل. يا بنتي الاكل هيبرد. طب اقول لك اطلعي هاتي خطيبك يتعشى معانا اهو، يفتح نفسنا على الاقل. يلا حبيبتي. انا عايزاك تاكل الاكل ده كله. حاضر. وبعد كده تنام على طول. حاضر. وبكره في المعهد عايز اشوفك بدري. حاضر ست علي. كنتي بتعملي ايه فوق؟ دي تاني مرة اشوفك نازلة من عنده. شيلي النضارة عشان اعرف اشوف وشك كويس. انتي نجمة كبيرة زيك، ايه اللي جيبها هنا؟ ايه اللي بينك وبين طارق؟ ارجوك ما تفهمينيش غلط، طارق ده زي ابني بالظبط. زي ابنك؟ بمناسبة ايه بقى ان شاء الله؟ انتي عايزة ايه؟ ما انتي عندك كل حاجة، نجمة ومشهورة وغنية. عاوزة ايه من طارق؟ ده الحاجة الوحيدة اللي أنا طلعت بيها من الدنيا، عاوزة منه إيه؟ أنت تعرفي طارق؟ لا أبداً، حاجة بسيطة أوي. يبقى ابن خالتي وخطيبي، حاجة بسيطة. أنا بساعده، بساعد خطيبك، أنا واقفة جنبه بس. كده لوجه الله؟ لما أنت بقى عاوزة تساعديه، إيه اللي يخليكي تجيله لغاية هنا؟ ما أنت عندك الخدم والحشم، ممكن تبعتيله المعونة مع أي حد. إيه اللي يخليكي تيجي لغاية هنا؟ وإشمعنى طارق بالذات اللي عاوزة تساعديه؟ أنا ممكن أساعدك أنت كمان. تعالي المعهد وهقابلك. وانت فاكره بقى لما اجي المعهد هعرف اقابلك من اساسه؟ ايه اللي يضمن لي بقى ان شاء الله؟ انا اضمن لك. ما ينفعش. انا عاوزه حاجه كده تخليني لما اتصل بيكي تردي عليا على طول. ده اوكي. عموما لما نتقابل لينا قعده تانية ان شاء الله. اصل وقفه السلم ما تناسبش نجوميه حضرتك يا ست حوريه. عن إذن. سلام. أيه؟ إيه يا أستاذ؟ خالتك عامله العشاء تحت، مش هتيجي تاكل معانا ولا ايه؟ ايه ده؟ انت عندك اكل اهو. طب ما انت عندك اكل يا راجل، مش تقول لنا عشان نيجي ناكل معاك؟ مين اللي جاب الاكل ده؟ ده عبد الفتاح فتوح، هو اللي عدى عليا وساب لي الاكل. الراجل ده بجد راجل ابن بلد قوي وجدع. تصدقي ان هو ما سابنيش من ساعة ما تعبت؟ اه هو ابن بلد فعلا بصراحة، انما انا شامة كده ريحة برفان حلو كده. هو عبد الفتاح حاطط برفان حلو قوي كده؟ لا طبعا، دي الست اللي كانت عايزاني فرح، ما انا حكيت لك عليها، انت فاكراها ولا لا؟ هي كانت هنا دلوقتي وهي اللي كانت حاطه البرفان. هو الفرح لسه ما اتعملش؟ لا لسه. طيب ما تروح تغني بقى، ما دام متمسكين بيك قوي كده. طب اقول لك ايه؟ اتفضلي ايه؟ اتفضلي نقعد نتعشى مع بعض. طب والاكل اللي خالتك عاملاه تحت يترمي؟ اقول لك بقى، انا هنزل عند خالتي عشان تيجي تتعشى معانا. صح.
السلام عليكم. جيت لك جايب لك شويه ممبار شويه فته لزين عصفور. تعالى تعالى اقعد. مساء الخير يا قاسم. اقعد اقعد. ايه الاكل ده؟ اقعد. خش. ممبار فين؟ ممبار ده ممبار فته. ايه لازمته بس التعب ده يا فتاح؟ وانا واخد يا جدع. انت بتتكلم في ايه؟ ازيك يا فتاح؟ الله يسلمك. استقال. ربنا يخليك. نور. ربنا يخليك. استقال. اصل ماما كانت عامله اكل تحت وطارق عنده اكل وانت جايب ممبار وفته بالهنا والشفا. طبعا عن اذنكم. ايوه انا عايز افهمك. لا تفهمني ايه بقى؟ ما تتعبش نفسك. بس انا رايي بقى لا تاكل من اكلنا ولا من اكل عبد الفتاح. تاكل من الاكل اللي قدامك ده. هو ده اللي هينفعك. سلام. الله يا ست ايه يا ست ايه. ايه مالك يا ابن عمي؟ بس يا جماعه انا عايز اقول لكم كلمه. مين ده؟ معرفوش يا بابا. ده صلاح يا ولاد. هقصوا ليه يا صلاح؟ احتفالا بالخبر السعيد والبيبي الجديد الذي ندعو له بالعمر المديد. والقرع اللي بتقوله مش هيفيد. اه ده خلينا على الاقل في ليله وليله ومش هنخلص. ليه بس كده يا باشا؟ اديني فرصه اعبر عن فرحتي بقى. اخويا ناصف خلاص بقى راجل متزوج ويعول وهيشوف الويل. بكره تقوم الفجر عشان الواد بيعيط. ولو عنده حصبة هتشوف مرمطة عمرك ما شفتها قبل كده. رابة صلاح ده انت قلبك اسود قوي. بالمناسبة السعيدة دي يا كمال باشا انا قررت اغني لكم اغنية. ليه يا صلاح؟ ما كنا ماشيين زي الفل والليلة عالي العال. عاوز ليه بقى غم ليه؟ ليه يا باشا بس كده؟ جربوني ادوني فرصة واحدة. فرصة ايه يا صلاح؟ احنا هنهبل؟ يا همسة ما تقولي حاجة، دي الليلة ليلتك. يا ناصف خلاص يا بابا خليه يغني بس اخر مرة. يا بنتي انا خايف على الجنين اللي في بطنك يتعقد من صغره. انت حرة. هي دي هي فرحة الدنيا. دق يا قلبي غني عنيا. هي دي هي فرحة الدنيا. دق يا قلبي غني عنيا. هي دي هي فرحة الدنيا. ولادي حبايبي هما دول جمهوري بقى اللي انا شايله للزمن. ماما حورية جت، حماتي جت، وانا اولاد الوحده. تعالي يا ست كوز صمليطه في الصالون. اسكت يا صلاح ما تقوليهاش. ماما في ايه؟ ماما يا حبيبتي عايزه اقول لك خبر حلو قوي يا ماما. خير ان شاء الله. انا حامل يا ماما. يا خرب. مبروك يا حبيبتي. اشكرك يا رب اشكرك يا رب. ربنا يخليكي لي يا ماما. حبيبتي خدي بالك على نفسي. حاضر يا حبيبتي حاضر. كنت فين يا حورية؟ مبروك. ها؟ رجاء بتقول انك نازله بقالك ساعتين. رحت فين؟ الطريق زحمه والعربيه عطلت مني. طب تعالي يا حورية تعالي انقذينا لحسن صلاح عاوز يغني. تصوري صلاح عاوز يغني؟ لا لا علمكم بقى. ماما حورية اكتر واحده حاسه بموهبتي في البيت ده. مش كده ماما حورية؟ اه طبعا. وكمان انا لسه قاري لك موضوع في مجله وانا قاعد كده عند الحلاق بتقول ان انت بتتبني فيها المواهب الجديده الشابه زينا. طب سمعنا نشوف. يا حورية سمعنا ايه بس؟ الله شكله بيصعب عليا قوي بيغني. انت مش حاجات غريبه قوي. افتكر يا باشا الكلام ده كويس عشان لما هبقى نجم ومصر كلها تجري ورايا بفكر سعادتك بالكلام ده. مصر هتيجي وراك كلهم حرامي امسك حرامي. ماشي يا باشا ماشي. طب يا جماعه بعد اذنكم احنا يعني قلنا نيجي نبشركم بالخبر الجميل ده. احنا سهرناكم معلش. يلا سمسم بقى. يلا فين؟ تعالي يا حبيبتي بنتي هتقعد معايا لحد ما تخلف. لا تقعد ايه يا طنط؟ تقعد ازاي بس؟ لا تقعد مش كده يا كمال؟ طبعا يا حبيبتي. ناصف حورية عندها حق في كلامنا. طب يا عم يعني هو انا هبات في البيت لوحدي؟ انا هبات معاك يا ناصف في البيت لحد ما تولد. قصدي همسه تولد يعني. مبروك يا بنتي. الله يبارك فيك يا ماما. الحمد لله. مبروك. انا شايفه ان الكلام دلوقتي ملوش اي معنى يا طارق. كل حاجه دلوقتي بقت واضحه وانت اخترت طريقك. ايوه ارجوك اديني فرصه اشرح لك الحكايه مش زي ما انت متخيله ابدا. انت غلطانه. انا هفهمك كل حاجه.
اشمعنى دلوقتي عايز بس تفهمني؟ بعد ما شفتها بعينيا؟ بعد ما ظبطتها وهي نازله من عندك فوق؟ آية، الست دي أعظم ست أنا شفتها في حياتي، واقفة جنبي وقفة أم لابنها. بقول لك إيه؟ بلاش شغل الأفلام والحوارات دي. الست اللي تسيب بيتها وجوزها وتيجي الواحد عازب في عز الليل. هتقول إيه؟ اخرجي! أوعي تجيبي سيرتها تاني على لسانك، ويكون في علمك. من اللحظة دي أنا ماليش دعوة بيكي خالص. قبل ما أمشي عايز أقول لك حاجة. لو كانت دي طريقة تفكيرك، لو ده رأيك في فنانة كبيرة زيها، يبقى عمرك ما هتوصلي. عمرك ما هتوصلي. حوصل حوصل يا طارق، وهبقى أكبر نجمة في مصر. عندي حق لما قلت لك احنا لازم نبعد عن الفن تماما. طبعا يا حبيبتي احنا كنا فاهمين ان بناتنا لما اتجوزت خلاص ارتحنا من مشاكلهم. ابدا، اهو همسه بنتك حامل وهتيجي تقعد معانا، واولادها دي كلهم قاعدين معانا. قولي لي بقى يا حوريه، مين هيراعي الجيش ده كله غير انا وانتي؟ ربنا يخليك لهم ويطول عمرك. طيب اوعي تفتكري يا حوريه ان انا كنت ضد ان انت تتبني اي مواهب جديده علشان يعني ما تنشغليش بيهم، ها، وتنسيني. لا 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 والله ابدا ابدا، بس انا كنت شايف ان بناتنا واحفادنا اولى بينا بمجهودنا وتعبنا وشقانا وفلوسنا. الاقربون اولى بالمعروف، مش كده ولا ايه؟ وبعدين ما تعملي لي ضوافري شويه يا حوريه. ها انت نازله على طول ضوافرك انت و... ايه في ايه؟ فين الخاتم يا حوريه؟ اتكسر واضطريت اوديه له جواهرك. بس تصدقي انه خاتم اصيل، استحمل كتر الف خيره. فاكره يا حوريه انا جبتولك امتى الخاتم ده؟ لما كنت حامل في البنت هديل، يعني اكتر من 35 سنه دلوقتي. طب والله كتر خيره الخاتم ده، بس يا رب جواهرج يعرف يصلحه كويس ان شاء الله. انا حاسه انه ناصف ورا الحكايه دي كلها. ده مفيش محطه بتعرض لي اغاني، كانهم كلهم واخدين اوردر. تصوري حتى الصحافه مش راضيين يعملوا لا ريبورتاج ولا حوار. انا عرضت على المجلات الفنيه يعملوا لك نجمه غلاف، محدش قبل. يعني ايه يا جيكو؟ انا كده انتهيت فنيا؟ اول ما ناصف سابني انا وقعت؟ الوسط الفني كله بيقول كده. شوفي يا لورا، خلينا نكون واقعيين، ناصف منتج شاطر واحنا سرعنا لما سبناه. انت دلوقتي جاي تقول لي كده؟ مش انت قعدت تزن عليا عشان اسيبه؟ انا قلت لك تسيبيه على زوج وليس منتج. ناصف قبل ما يتجوزك كان عاملك المطرب رقم واحد بالبلد، اما بعد ما اتجوزك بلش يضرك. لا تلبسي لا تطلعي افلام، ما فيش. ناصف لازم يفضل يحبك عشان ينتج لك، انما زواج لا. طب دلوقتي هنجيبه ازاي؟ اوعي تعلي صوتك عشان تتكلمي. وهلا على الحلاوه حلاوه ببلدي ونداوه نداوه، هلا على الحلاوه حلاوه. دو ري دو دو ري مي فا فا ايه ايه. حرام على اهلك يا اخي، مش عارف انام على الصبح كده. مش انت قايل لي تدرب صوتك علشان الاغنيه؟ تدرب صوتك الساعه 10 الصبح وانا نايم؟ ما دام صوتي صحاك الصبح وانت نايم يبقى اكيد صوتي فيه حاجه، ما تنكرش. وبعدين انا مش عارف يا اخي انت ازاي جالك نوم، ده انت خلاص هتبقى اب، يعني لازم تدرب نفسك على صحيان الطوارئ. صحيان الطوارئ اللي هو ايه بقى يا عبقري؟ صحيان الطوارئ ده بقى ناصف يا اخويا، اسال بقى اهل الخبره. اللي الست بتصحي بيه جوزها وهو نايم، يعني ايه؟ يعني تكون راجع كده هو من الشغل تعبان ومهدود، ويدوب عايز تلقح جدتك على السرير وخلاص هتغفل، تلاقي حد بيزغدك في كتفك ويقولك
قوم يا راجل، الواد سخن، الواد هيروح مني. تقوم زي الكلب اللي بتعدي جنبه عربيه وهو نايم في الشارع، غير مرمطه المستشفيات بقى طول الليل والاجزخانات. هي دي الابوه. لا يا حبيبي، الكلام ده تقوله لنفسك. انا بقى هجيب للبيبي دادا، دادا فلبينيه اندونيسيه انجليزيه، هم دول بقى اللي شغلتهم العيال الصغيره، وكل اللي عليا اني اطبطب وادلع وابوس وبس. ما بلاش الفلبينيات دول يا ابو ناصف. ليه بقى يا حبيبي؟ اصل العيال من كتر ما بيتربوا مع الفلبينيات ما بيحتفلوش بعيد الام، بيحتفلوا بعيد استقلال الفلبين. الو، ايوه، مين عايزه؟ انا مش مصدق نفسي، انا ربنا بيحبني جدا ان انا سمعت صوتك كده على الصبح. حذري فذري، انا مين؟ صلاح يا ستي، صلاح اللي كنت مع سيادة اللواء كمال، اللي الفازة لبست في دماغي. ايوه، الله ينور عليكي. لا انا كويس دلوقتي، ده انا نازل بشريط قريب. لورا عاوزة ايه؟ اعمل حاجة مودرن على كلاسيك كده، على جو شعبي، فيها شوية دراما على شعوازة كوكتيل. كل ده في اغنية واحدة، ما هو ده الجديد. ان شاء الله نتقابل قريب في دويتو مع بعض. ناصف ربنا يكون في عونه، ما خلاص بقى اب، قصدي هيبقى اب، مراته حامل وكده بقى، انت فاهمه. حاضر، لما هشوفه هبلغه. شكرا. دي عاوزه ايه دي؟ عايزه اتقابلك لامر مهم في الشغل. طبعا ما هو وقعت في السوق، رجعت دلوقتي عماله تدور عليك، لكن يكون في علمك يا ناصف، لو حاولت تقابلها انا هقول لسياده اللواء كمال وسياده الرائد هديل، وهبلغ مديرية الأمن كلها. ألو، أيوه يا لورا، صلاح الفازة. أنت فين؟ تحت البيت؟ طب ما تطلعي. إحنا هننزلك تحت دلوقتي، مع السلامة. تحت البيت فين؟ الهانم جايلك تحت البيت، أنا ما شفتش جراءة أكتر من كده. ودي إيه اللي جايبها دي؟ اسمع يا ناصف، إحنا هننزل نقابلها دلوقتي، بس عايزك تحط في دماغك ان انت دلوقتي بقيت اب، ومراتك همسة المسكينة دلوقتي قاعدة بتتألم، والواد عمال يرفص في بطنها، والست هانم اللي تحت ديا ما يهمهاش غير مصلحتها. اوعى تضعف يا ناصف، انا عايزك كده اسد. انا متشكر يا ابو صلاح، انا مش عارف اقولك ايه، انت فعلا حطيتني على الطريق الصح. شغل تاني معاها لا، مفاوضات لا، تفكرك باللي حافل بامبي. اوعى تضعف يا ناصف. عارف ابو صلاح، انا هين عليا اول ما اشوفها اروح لسحها قلمين على خدودها. طب يلا بينا. يلا 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 بينا. فين؟ انا هنزل بالبيجامه. طب خش غير انت وانا هستناك تحت. انا هديها كلمتين جامدين كده، هعلمها الادب لحد ما تنزلي. سلام. عامله ايه؟ ليكي وحشه والله. ازيك يا صلاح، انا اسفه اني طبيت عليكم من غير ميعاد. طبيتي؟ ده انت تطبي في اي لحظه، ده احنا قاعدين عشان تطبي. طب اتفضل اتفضل هنا جنبك. ناصف اهو. خير يا لورا، في حاجه؟ اركب يا ناصف، انا لازم اكلمك. تعال يا ناصف هنا جنبي في مكان، تعال تعال جنبي هنا. اتفضل. هي اللي قالت لي تعال جنبي. من المحظوظة. انا في الحقيقة مش عارفة ابتدي منين يا ناصف. اظن انك انت مش محتاجة تدوري على بداية، لان النهاية حصلت خلاص. خدت حقك تالت ومتلت وبالزيادة كمان. أنا مش عارفة إزاي وافقت. أنا مش عارفة إزاي كمال بيه والأستاذ صلاح خلوني وافق إن أنا أسيبك. لا 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 لا، لو سمحت يا لورا، كده الكلام رايح لسكة مش مظبوطة. إحنا قعدنا هنا واتفقنا وخلصنا، فاكرة؟ لا ضغطنا عليكي ولا هددناكي. أنا لما اتجوزتك يا ناصف اتجوزتك علشان حاجة واحدة بس، مش عشان أنت منتج ولا عشان تعمل لي شريط. ما أنت كنت بتعمل ده وإحنا مش متجوزين. أنا اتجوزتك لسبب واحد بس،
اني بحبك. وبعدين بقى ما بلاش السكه دي، عشان حبيتيني يا لورا بعتيني غالي قوي، مش كده؟ انت عايز ايه دلوقتي؟ انا لما سبتك يا ناصر فكرت ان انا اسيب مصر خالص واعتزل الغنى، وانت لاحظت ان انا ما عملتش حاجه من يوم ما سيبنا بعض، بس ما اعرفش ليه انا كنت دايما بحس انه كان في شيء رابط بيني وبينك لغايه ما عرفت اول امبارح. هو ده الشيء اللي خلاني اكلمك واطلب ان انا اقابلك النهارده. عرفتي ايه؟ انا حامل يا ناصر. حامل؟ هو في فنانه في الدنيا بتعمل كل اللي بتعمليه ده؟ ما هي دي الحاجه الوحيده فعلا اللي انا خايف منها. انا كنت قمت كلتك بسناني دلوقتي. ومش معقول يا فندم ابقى شايفه كل ده قدامي واقفه اتفرج. انا استاهل كل اللي يجرالي. انا عايز اعرف انت ليه واخده مني موقف؟ انا لازم النهارده اشوف لي حل. انا شخصيا براهن عليه. ما انا مكتوب عليا ان انا افضل محرومه منك طول عمري. يعني انا بتبنى عليها سعاده الباشا؟ كذب يا عدو والله. واضح ان الواد ابنك ده هيبقى متعب قوي. جت من الغريب ولا جتش منك؟ بونجور ميز انفان شيري.